السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم في القناة منوع من كل شيء. طبعا معنا اليوم الجهنميات اللون البرتقالي زي ما انتم شفتم، نشتلها طبعا بعد ما قصيناها من الشجرة الأم. نبدأ نشتل زي ما علمناكم في البداية، انه كل شتلة لازم تكون شبر او 10 سنتي او 13 سنتي بالمقياس. فزي ما انتم شايفين نقيس ونقص نقيس ونقص. طبعا نحافظ على التركيز لان لازم تكون مركز وين اللي فوق وين اللي تحت، على اساس لما تجي تغرسها في المركن تكون انت عارف من فين فوق من فين من تحت، ويكون معاك هرمون التجذير، ما يصير تحطه من الاعلى، لازم من الاسفل. زي ما انتم شايفين تتنظف من كل ايش الفروع اللي عندها والاوراق اللي عندها، عشان تكون معانا مستعدة لنمو جديدة، مستعدة للظهور، مستعدة للزراعة في مكانها الجديد. طبعا من فوق زي ما قلنا سبق وقلنا وشرحنا، لازم يكون الراس مشطوف من فوق، لازم يكون مشطوف زي ما انتم شايفين. طبعا برضو نجي عليها كلها ونبدأ نقصها كلها زي نفس المقاس، وننظفها من الأوراق والزهور. طبعا معانا هرمون التجذير هذا، وقد شرحته قبل في قناتي في الفيديوهات السابقة، وشرحت من فين اشتريته وبكم وكيف سعره وكيف فعاليته. طبعا هذه معلوماته قدامكم زي ما هو مكتوب وواضح، هذه هي الخواص حقته وطريقة الاستخدام موضحة على نفس العلبة، بإمكانكم تصورون الشاشة وتقرونها مظبوط. نفتح العلبة زي ما انتم شايفين نلقاها كمية من البودرة. تمام زي ما انتم شايفين نبدأ ايش نغمس الشتلات او العقل عندنا في نفس البودرة زي ما انتم شايفين، وننفضها في نفس العلبة اساس تكون انها قد اخذت حاجتها واكتفت. طبعا زي ما انتم شايفين 2 سنتي من تحت العقلة تكون فيها البودرة، وبعدها نحطها في المراكن ونوزعها على المراكن بشكل ممتاز. طبعا انا حاط لو انتم شايفين عقلتين، واغلب المراكن من عقلة، لان عندي الجهنميات 4 الوان، انا حاب اجمعها كلها في مركن واحد ال4 الوان، يعني يصير كان عندي باقة ورد اذا كبرت مع بعض يكون شكلها منسق وجميل، تطلع مع بعض ازهار الجهنميات 5 انواع، لكن المتوفر عندي اللي قدرت احصل عليه اللي هي 4 انواع من الالوان. سلمكم الله. طبعا نوعت في القناة في الاشياء اللي احبها انا والاشياء اللي احس اني متميز فيها، اللي هي الحيوانات الاليفة اللي الزراعة، وكمان عندي اللهم صل على محمد بعض الطبخات اللي لما يكون مزاجي رايق اصورها لكم. اتمنى منكم اللايك والشير والاشياء الكويسة على اساس نستمر، وعلى اساس تكون حاجات في التعليم المستقبل الاجيال المستقبل الجديدة. طبعا هذا المقطع اللي الان في النهاية بعد ما خلصنا منها في بعضها بدأ يبرعم وفي بعضها لا، بس هذه بصورة عامة للمقطع للمشتل الصغير اللي عندي اللي جالس أجرب فيه. وشكرا لكم ولمتابعتكم، الله يسعدكم، وما تنسونا زي ما وعدتونا.